بعد تتنانغ سيخ دا بيت تشوكر جيست فريق تتنانغ يستخدم الجوكر في المسابقة التالية ليقلل من الفارق الكبير بينه وبين منافسه. وستجرى هذه المسابقة في شوطين، والشوط الأول من نصيب فريق شفيبيش كيمونت. بدأت المسابقة بفريق شفيبيش كيمونت. أليست هذه طريقة ظريفة لتخفيف الوزن؟ هكذا كانت أحوال العصور الوسطى. ثم تعاد الكرة ويدخل صاحبنا المعصرة من جديد. إن جمهور المتفرجين يجدون متعة كبيرة في متابعة هذه المسابقة. نسيت أن أقول لكم إن الوقت غير محدد في هذه المسابقة، ويفوز بها الفريق الذي يمر أعضاؤه الثلاثة عبر المعصرة في وقت أقصر. لقد أنهى فريق شفيبيش كيمونت مهمته في دقيقة وأربع وخمسين ثانية، والآن سنرى مدى تفوق فريق تيتنانغ في هذه المسابقة، فقد استخدم فيها الجوكر كما تعلمون. والآن إلى المعصرة. إنه يجد صعوبة في سحب قدمي، بل إنه يفقد ذرع ساقه أيضا. مضى حتى الآن دقيقة وأربع وعشرون ثانية، وهذا يعني أن على الفارس الثالث أن يمر عبر المعصرة في أقل من ثلاثين ثانية لكي يتمكن فريق تيتنانغ من الفوز بهذه المسابقة. لقد فاز بها فعلا بعد إنهاء مهمته في دقيقة وست وأربعين ثانية، أي أسرع من فريق شفيبيش كيمونت بثمان ثوان. وهكذا يفوز فريق تيتنانغ بأربع نقط، وتصبح النتيجة سبع نقط لفريق شفيبيش كيمونت مقابل خمس نقط لفريق تيتنانغ. بعد قليل ستبدأ المسابقة السادسة.
Achtung! Sie brauchen sich nicht zu sehr an die Zeit halten. 3, 2, 1. من المؤكد أن النساء لم يسمح لهن بلعب كرة القدم في العصور الوسطى، ولكن كل شيء ممكن ومسموح به في مباريات تيليماتش. إن هذه المسابقة الخاصة لا تقيم بالنقط، وإنما تتيح الفرصة أمام الفريقين لنيل جائزة مالية لمدينتيهما. أعتقد أن الفرصة سانحة أمامي الآن للتحدث إليكم قليلاً عن المدينة التي تستضيفنا اليوم. لقد تأسست مدينة شفيبيش جموند في عام 1162، وقد اشتهرت فيما بعد كمركز لتجارة وصياغة المعادن الثمينة كالذهب والفضة، واحتفظت بأهميتها في هذا المجال طوال 6 قرون. ولا تزال هذه المدينة تحتفظ بكثير من الأبنية الأثرية القديمة، وأهمها الكاتدرائية الفخمة التي بنيت في القرن 14. هذا ويبلغ عدد سكان مدينة شفيبيش جموند اليوم 60,000 نسمة. أحد عشر هدفاً لفريق تيتنانغ، أي أنه يفوز لمدينته ب1,100 مارك. أما فريق شفيبيش جموند فإنه يفوز ب1,200 مارك لأنه سجل 12 هدفاً. أحتم. 3, 2, 1. لقد عدنا من جديد إلى المسابقات العادية، وعنوان هذه المسابقة هو حمال المياه في العصور الوسطى. وهذا هو الوعاء الذي يصب فيه الماء، وقد أضيفت إلى الماء مادة ملونة لكي يسهل عليكم التعرف على الفريق المتفوق، ويفوز الفريق الذي يجمع كمية أكبر من الماء في الوقت المحدد ب3 دقائق. وسأستغل هذه الفرصة طبعاً لأحدثكم عن المدينة التي أتى منها فريق الضيوف. تقع مدينة تيتنانغ في منطقة بافاريا، وذلك في منتصف المسافة بين مدينتي أولم وليندو. وتعتبر المنطقة التي تقع فيها تيتنانغ من أجمل المناطق الطبيعية الخلابة في ألمانيا، ولهذا يقصدها الكثيرون من السواح والراغبين في الاستجمام. وقد ساعدت السياحة على نمو المدينة بسرعة مدهشة، وازداد عدد سكانها في السنوات 25 الأخيرة بنسبة 300%. ولمدينة تيتنانغ تاريخ عريق أيضاً، ولكنه ليس بقدم تاريخ شفيبيش جموند، وبها كثير من الأبنية القديمة، وأهمها دار البلدية التي بنيت في القرن 15. Thank you.
انتهت مسابقة نقل الماء، والآن سيتحقق الحكمان من كمية الماء التي جمعها كل من الفريقين، والوعاء في المقدمة لفريق تيتنانغ. وحسب ما أرى فإن النتيجة واضحة تماماً، إذ أن مستوى الماء في وعاء شفيبشكمند أعلى منه في الوعاء الأمامي. 21 سنتيمتراً من الماء لفريق تيتنانغ. و24 سنتيمتراً لفريق شفيبشكمند الذي يفوز طبعاً بنقطتي هذه المسابقة، فتصبح النتيجة 9 نقاط لصالح فريق شفيبشكمند مقابل 5 نقاط لفريق تيتنانغ. Und steht nun beim Spielstand von 9:5 für Schwäbisch Gmünd.